بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في هذه الليلة مباركة مع إخواني من طلبة العلم، أن يجعله لقاءً مفيداً مباركاً، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم والمذاكرة فيه والاجتماع لتلقيه أنه من أفضل الأعمال لحاجة الناس إلى العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السائر على منهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية بعد شهادة الله لهم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فلا شك أن الحرص على تلقي هذا المنهج أن ذلك أمر واجب لحاجة الناس إلى العلم النافع أفراداً وجماعات. فالأمة بجملتها بحاجة إلى نشر هذا العلم والمحافظة عليه من الدخيل وتوارثه عن أهله من أهل العلم، فإن أهل العلم هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء لم يورثوا الأموال والعقارات والثروات، إنما ورثوا العلم. ما جاءوا لعمارة الدنيا وتكديس الأموال وجمع الأموال، هذا الناس يطلبونه بفطرتهم وطبيعتهم، إنما العلم هو الذي يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى جهود، فهو الذي يعتنى به. ولا يؤخذ العلم عما هب ودب، أو كل من يدعي العلم، أو من عنده علم لكن ليس عنده استقامة على المنهج الصحيح، إنما يؤخذ العلم عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. والعلم لا يحصل تلقائيا، إنما يحصل بالتعلم. لا يحصل العلم بالمطالعات، حفظ المتون وقراءة الكتب، استماع الأشرطة، لا يحصل بهذا. نعم هذا يفيد ويوجه، لكن لا يحصل العلم بهذا، إنما يحصل العلم بلقاء العلماء والأخذ عنهم والسؤال
عما أشكل. ولهذا كان العلماء كما في سيرهم كانوا يرحلون سافرون إلى الأمصار البعيدة، تغربون عن بلادهم وأوطانهم للقاء العلماء والأخذ عنهم. فاجتماعكم في هذه الدورة وغيرها يدل على خير إن شاء الله. ما ساقكم لهذا طمع دنيوي، وإنما يسوقكم الرغبة إلى تلقي العلم، العلم الصحيح عن أهل العلم. هذا هو الذي يسوقكم إلى هذه الدورات وهذه الدروس، وهذه علامة خير، هذه علامة خير. أسأل الله أن يبارك فيها وأن يعينكم وإخوانكم على مواصلة مثل هذه الدورات العلمية المباركة، أن تذهبوا إليها أينما سمعتم عن وجودها ولو بعيد. الدورات كثيرة والذين يدرسون كثيرون، لكن الشأن في الصحيح، الشأن في المنهج السليم، الشأن في تلقي العلم عن أهله، هذا هو المطلوب. لا نسيء الظن بإخواننا، ولكن نقول عليكم بالتحري، لا سيما وأنتم تعلمون الآن كثرة الفتن وكثرة من يدعي العلم وكثرة المضللين الذين يريدون صد المسلمين عن دينهم، إذا لم يستطيعوا صرفهم عنه بالكلية فإنهم يحاولون الدس عليهم في دروسهم وفي تحصيلهم. فكونوا على حذر من هذا، والخير موجود ولله الحمد، لكن لمن طلبه وحرص عليه فهو موجود. وإن كان يحتاج إلى قد يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طول مدة، لكن هو في سبيل الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطالب العلم على الوجه الصحيح يسير إلى الجنة وهو في طريق الجنة. إذا استشعر طالب العلم هذا سهل عليه كل شيء. ولكن الشأن في صحة المنهج وسلامة المنهج، ثم الشأن أيضا في أهل العلم الذين يعدون من أهل العلم ويعرفون به. كما تعلمون كثر دعاة الضلال اليوم، كثر الدس على المسلمين باسم الدين، باسم العلم، كثر من يروج للضلال ويسميه بأسماء لامعة. فلنكن على حذر من هذا، فنرد الموارد الصحيحة للعلم، ونأخذ العلم عن أهله،
ولو شق علينا ذلك ولو بعدت المسافة، واليوم ولله الحمد كما تعلمون تيسرت المواصلات ووسائل النقل، فما يقطع في أشهر يقطع الآن في ساعات، وهذا من فضل الله تيسيره على طالب العلم الذي يحرص على الاستفادة فيستغل هذه الوسائل، يستغلها لطلب العلم من مصادره ومظانه الصحيحة. فهذه الدورات إنما هي مفاتيح، مفاتيح لتلقي العلم، تدريب على طلب العلم، وليست هي كل، ليست هي كل المطلوب، إنما هي تدريب ومفاتيح للخير، تنبيه للغافل، ففيها خير عظيم، ولكن لا نقتصر عليها، فلا نطلب العلم إلا إذا وجدت دورة، لا، نعم إذا وجدت دورة فيها خير نذهب إليها، تزود، نتزود من العلم، لكن ليكن طلب العلم دائما طول السنة وفي أي مكان تيسر، في أي مكان تيسر لنا ذلك، لا نقتصر على فهمنا، لا نقتصر على كل من قال أنا أدرس، أنا أفهم كلام العلماء، ويحرف النصوص ويغير الألفاظ، وهم كثير لا كثرهم الله. اليوم الحمد لله الكتب الصحيحة النقية متوفرة، العلماء الذين يوثق بعلمهم موجودون، إذا توفرت الكتب الصحيحة، توفر العلماء الذين يبينون ويوضحون هذه الكتب على الوجه الصحيح، فهذا من أكبر نعم الله، نستغل هذا، هذه النعمة قبل زوالها، قبل فواتها. والعلماء بالمعنى الصحيح يقلون في آخر الزمان، كما في الحديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. ولا يكفي أن الإنسان قصده حسن أو أنه من أهل الطاعة وأنه من أهل الاستقامة، لا يكفي هذا، لا بد أن يكون مع هذه الصفات أن يكون عنده علم، علم متلقى عن العلماء، إن هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنتم تعلمون القصة التي جاءت في الحديث الصحيح عمن قبلنا، الفرق بين العالم والعابد، في رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ظالم يسفك الدماء، ثم إن الله ألقى في قلبه حب التوبة والندم،
على ما حصل، ولكن إذا تذكر ذنبه تعاظمه، فسأل من يفتيه، فدلوه على عابد من العباد، عابد تقي لكنه جاهل. ذهب إليه وسأله هل له من إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، لأن ما عنده علم، تعاظم الذنب ويجهل عفو الله ورحمة الله، يجهل ذلك، فتعاظم ذنبه وقال ليس لك توبة. فأصيب الرجل بغضب فقتله وكمل به 100، ثم سأل من يفتيه، فدلوه على عالم، فذهب إلى العالم وقال له إنه قتل 100 نفس ظلما وعدوانا، هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. تاب الرجل على يد هذا العالم، ثم خرج إلى القرية أو البلدة التي فيها الصالحون ليعبد الله معهم كما أرشده العالم. بينما هو في الطريق حضرته الوفاة، توفي في الطريق، فجاءت ملائكة العذاب لتقبضه، يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وجاءت ملائكة الرحمة لتقبضه ويقولون إنه خرج تائبا إلى الله. حصل نزاع بين الفريقين، فأنزل الله ملكا يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين البلدتين فأيهما أقرب فهو من أهلها، فقاسوا البلدة التي خرجوا منها التي خرج منها والبلدة التي ذهب إليها من مكانه، فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة هذا من بركات هذا العالم، ومن فوائد العلم الصحيح. فالعلم لا يؤخذ عن كل أحد، ولو صحت نيته، ولو كان عابدا تقيا، العلم إنما يؤخذ عن أهل العلم المعروفين به، لأنه سلسلة متواصلة من الرسول صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، الله يورثه من يختاره كما قال صلى الله عليه وسلم، يحمل العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يختار الله لهذا العلم يحمله ولو كانوا قليلين، لإقامة الحجة على العباد ولبقاء الخير لمن يريد الخير. أعود فأقول إن هذه الدورات إنها دورات فيها خير كثير، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأعانهم، ولكن لا تقتصروا عليها في طلب العلم، واصلوا طلب العلم، إنما هي تفتح لكم أبواب الطلب وترغبكم في طلب العلم وتدربكم عليه، فواصلوا طلب العلم أينما أدركتموه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات والتوجيهات الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة، نحاول تقديم ما نستطيع منه، فجزاك الله خيراً. سائل يقول: رجل هجر بيته متلفظاً بالطلاق، ولم يعد لمدة 7 أشهر تاركاً النفقة على أهله وابنه، وبعدها طالبها بالخروج من البيت كي يرفع عليها دعوة في المحكمة بأنها هي من هجرت بيتها، فهل تخرج أم تقعد في البيت؟ هذه مسألة خصومة، هذه ليست مسألة فتوى، هذه مسألة خصومة. يذهبون إلى المحكمة وتنظر للقضية ويتبين صاحب الحق إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف مبتدع وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ويعادي أهل السنة ويخالط أهل البدعة، وبعد نصحه وتبيين الحق له لا يأخذ به أبدا؟ أولا لابد من تحرير هذه البدعة، مال يعني بعض الناس يظن كل شيء لا يعرفه أنه بدعة، لا يعرف ضابط البدعة، أو يعتبر كل من خالفه فهو مبتدع. البدعة لازم تضبط وتحرر، فإذا صح أن عنده بدعة صحيحة ثابتة أنها بدعة، فإنه يناصح ويبين له الحق ويطلب منه ترك البدعة، فإن أصر ولم يقبل فإنه لا يصلى خلفه، لأن الإمام قدوة، فإذا صار إماماً وهو مصر على البدعة ولا يقبل الحق يكون قدوة وداعية إلى البدع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: مات والدي وهو تارك للصلاة، فهل يجوز لي الترحم عليه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان تاركا للصلاة متعمدا لا يصلي لا مع الجماعة ولا يصلي منفردا ومات على ذلك فلا تدعو له، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر لأدلة صحيحة كثيرة على كفره، وما دام أنه لم يتب ومات على هذا فلا تدعو له. أما إذا كان قصدك أنه لا يصلي مع الجماعة أو يتكاسل عن الصلاة ولا يصليها إلا متأخرا في آخر وقتها، فهذا لا يكفر، هذا صاحب معصية فيدعى له ويستغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في بلادنا لا يوجد علماء، ولكن يوجد طلبة علم لا يمكنون من التدريس، فحرصا من بعض الإخوة على التعلم يقومون بحفظ متن معين كالأصول الثلاثة مثلا، ثم يقومون بأخذ شرح لهذا المتن لأحد المشايخ المعروفين وقراءته بينهم، وإن أشكل عليهم شيء يتصلون بالعلماء في ذلك. وهكذا السؤال: قام بعض الأخوة بالإنكار عليهم بأن هذه الطريقة لا تجوز، فما العمل؟ بارك الله فيكم. هذه الطريقة
إذا لم يتمكنوا إلا منها فقط فهي أقل شيء، ولا يتركون طلب العلم، هذه أقل شيء. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يتركون الاتصال بالعلم ولو قرأوا مختصر وحفظوه وقرأوا شرحه، هذه بداية خير، لكن لا يعتبرون هذا تعلماً كافياً، إنما هو فتح باب، إنما هو فتح باب للعلم، وهذا أقل شيء. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فهذا خير من عدمه. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام لا ينطق بالبسملة ولا يرى نطقها سراً ولا جهراً في سورة الفاتحة؟ البسملة صحيح أنها آية من كتاب الله، ولكنها ليست من سورة معينة، بل هي آية مستقلة من كتاب الله تنزل فصلاً بين السور، إلا براءة والأنفال لم تنزل بينهما، فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة قراءة صحيحة صحت صلاته ولو لم يقرأ البسملة. نعم، لأن الإتيان بالبسملة قبل الفاتحة سنة. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: وجدت هذه العبارة بإحدى الرسائل، يقول: أصل الديانات الإلهية واحد، والمسلم يؤمن بجميع الرسل ولا يفرق بين أحد منهم، وإن إنكار رسالة أي واحد منهم خروج عن الإسلام، مما يؤسس إيجاد قاعدة واسعة للالتقاء مع المؤمنين بالديانات الأخرى على صعد مشتركة في خدمة المجتمع الإنساني دون مساس بالتميز العقدي والاستقلال الفكري. هذا كلام ضلال والعياذ بالله. نعم، نحن نؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب، لكنهم هم لا يؤمنون بجميع الرسل، يكفرون بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليهود، بالنسبة للنصارى يكفرون بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالقرآن، فكيف نقول إنهم مؤمنون وهم يكفرون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الكتب؟ هؤلاء ليسوا مؤمنين، ليسوا من المؤمنين، فهذا خلط وتضليل للناس يجب إنكاره. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: توفي والدي قبل سنوات عدة وخلف مبلغ 7000 ريال عن زوجة وابن وابنتان، ولم أكن أعلم يومها أن هذا المبلغ إرثاً يجب تقسيمه بين الورثة، فكيف تكون قسمته مع العلم أن والدتي قد توفيت أيضاً، فكيف يكون نصيبها من هذا الإرث بعد وفاتها وقد توفيت عن ابن وابنتان؟ هذه مسألة فرضية تحتاج إلى تثبت، وهذا يكون عند القاضي، لا بد أن تراجع المحكمة الشرعية لإثبات هذه القضية أولاً، ثم إثبات الورثة في كل، وهذه أيضاً فيها ميتان، فيها مناسخة، تحتاج إلى القاضي، تحتاج إلى المحكمة لتحرير الواقع، ولا تحلها الفتوى، لأننا لا ندري عن ملابسات القضية. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول فتاة تقدم لخطبتها شاب وهو مبتعث للدراسة في إحدى دول الكفر، واشترط عليها السفر معه، وهي ترغب إكمال دراستها، ولكن الدراسة هناك مختلطة، وهي الآن محتارة، فماذا تفعل؟ إذا كان رجلاً صالحاً مستقيماً على دينه فلا بأس أن تتزوجه، لكن السفر لا تسافر ما دامت لا ترغب السفر، هذا راجع إليها، لها الحق في أن ترفض السفر ولا يجبرها زوجها على ذلك. نعم. السائل يقول يوجد قناة اسمها قناة وصال تبث فضائح الشيعة وما يقومون به وما عندهم من خلافات عقدية وغير ذلك، فما حكم المطالعة إلى هذه القناة علماً أنها تبث فضائح الشيعة؟ نعم، الشيء الذي فيه بيان للحق ورد للباطل من كتاب أو قناة، إذا كان فيه رد للباطل ورد للمذاهب الباطلة فالاطلاع عليه أمر طيب ومطلوب لأجل معرفة الحق من الباطل. نعم. يقول السائل حفظكم الله: أستخدم العطور التي يوجد فيها شيء من الكحول على الملابس أو الشماغ، أرجو منك التفصيل فيها، وهل يجوز التطيب به؟ أولاً لابد من التثبت هل هذا الطيب فيه كحول أو لا، لا نكتفي بمجرد الشائعات، الأصل الإباحة ولله الحمد، فلا بد من التثبت، فإذا ثبت أن هذا الطيب فيه شيء من الكحول فلا يجوز لنا أن نتطيب به، لقول الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه، تطيب به ليس اجتنابا له، يجب أن يجتنب، هذا إذا ثبت أن فيه شيئا من الكحول، أن فيه شيء من الكحول أي الخمر. نعم. أما مجرد الشائعة فالأصل الإباحة، لكن من أراد أن يتركه من باب الاحتياط، من أراد أن يتركه من باب الاحتياط وترك ما يريبك إلى ما لا يريبك كما في الحديث فلا بأس، أما أننا نحرمه وهو لم يثبت فيه شيء فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يجوز العلاج عند من يعالج بالجن ويقول بأنها مسلمة؟ هذا لا يجوز العلاج عنده، لأنه يستعين بالجن، يستعين بالجن، ولا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن ولا بالغائبين ولا بالأموات، لا يستعين إلا بحي حاضر يقدر على إعانته، وأما الجن وأما الأموات وأما الغائبون فلا تجوز الاستعانة بهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يوصف الشخص بأنه متعصب لنفسه؟ إذا كان متعصبا، ما أدري وش السبب تقول متعصب، ما أدري، لكن إذا ثبت أنه لا يقبل الحق وأنه يصر على الخطأ هذا هو المتعصب، الذي يصر على الخطأ ولا يقبل الحق هذا هو المتعصب. نعم. سائل يقول: هناك ذكر أو دعاء يقال في الحالتين التالية
بعد التثاؤب بين خطبتي الجمعة؟ التثاؤب لا يقال معه شيء، لم يرد أنه يقال معه شيء من الذكر، الذي ورد أنه يكظمه ما استطاع، فإن لم يستطع كظمه فإنه يضع شيئاً على فمه ولا يفتحه، هذا الوارد في التثاؤب. أما أن يقال ذكر عند التثاؤب فهذا لم يرد. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يصلى في مسجد في جانبه الأيمن توجد ثلاثة قبور؟ إذا كانت القبور متصلة بالمسجد لا يفصل بينها إلا جدار، هي متصلة به، فلا تجوز الصلاة فيه لأنه مسجد على قبور. أما إذا كانت القبور منفصلة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء فلا مانع من الصلاة في المسجد لخلوه من القبور وانفصاله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول السائل أيضا: قال بعض الشباب تعلم العقيدة قبل حفظ القرآن، هل هذا صحيح؟ يجمع بينهما وكله ميسر ولله الحمد، يحفظ القرآن ويحفظ العقيدة ولا تنافي بينهم، يجعل لهذا وقت ولهذا وقت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشرتم لفضل العلم فتنافس الطلاب في تحصيله، فهل من الممكن أن توضح لنا التنافس الشريف في العلم والأخلاق اللازمة له؟ التنافس في طلب العلم كله شريف، كل التنافس في طلب العلم مع صلاح النية وسلامة القصد كله شريف، أما إذا دخل في ذلك تعصب لأحد دون أحد من العلماء هذا غير شريف، هذا غير شريف، يقول لا تعلمون إلا على فلان واتركوا فلان بدون بيان السبب. نعم، إذا كان فلان اللي تحذر منه على خطأ أو على ضلال، نعم، أما ما لم إلا الهوى فقط أنك ما تبيها أو أنك، هذا لا يجوز، هذا غير شريف، هذه حقد. نعم. يقول السائل: هل هذه القاعدة صحيح؟ الأصل في المسلم العدالة، والأصل في من يتصدر العلم الجهالة. الأصل في المسلم العدالة، نعم، ما لم يتبين خلاف ذلك نحسن الظن بإخواننا المسلمين، ما لم يتبين خلاف ذلك. وأما مسألة العالم، العلماء معروفون يا أخي، ما هم مغمورون ولا مجهولون، الذي يتصدر للعلم هو مجهول ولا يعرف، هذا لا يؤخذ العلم عنه، إنما يؤخذ العلم عن العلماء المعروفين الذين تشهد لهم الأمة بالخيرية وبالعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من كلمة توجيه لأولئك الذين يكثرون التبذير في حفلات الزواج مما من الأكلات وغير ذلك مما يخرجون أو يخسرون فيه أموال طائلة؟ عمل الوليمة في الزواج مستحب، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمتزوج: أولم ولو بشاة. وكان صلى الله عليه وسلم في زيجاته كان يقدم ما تيسر من الطعام للحاضرين بمناسبة الزواج، وهذا من إعلان النكاح الذي أمر الله به، إعلان النكاح، أمر الرسول قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، إعلان النكاح مطلوب، ومن ذلك عمل الوليمة. أما الإسراف فهو محرم
في وليمة الزواج وفي غيرها. الإسراف محرم، كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى: ولا تبذ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإنسان يعتدل، لا يكون بخيلا ولا يكون مبذرا ومسرفا، بل يكون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاعتدال يا أخي بين البخل وبين الإسراف. بعض الناس لا يقيم وليمة في الزواج، هذا بخل أو جهل. بعضهم يقيم ويسرف، هذا أيضا ممنوع، والأحسن الاعتدال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صدر في بلادنا قرار بمنع المتنقبات من التسجيل في الجامعات والتدريس في المدارس، فما توجيهكم حفظكم الله؟ نعم، يجب التمسك بالدين مهما عمل ضده، فنحن لا نساوم على ديننا. والتعليم ليس مقصورا على المدارس الحكومية في تلك البلاد، تعليم مفتوح ولله الحمد في البيوت، في المدارس الأهلية المسلمون يكونون لهم تعليماً على المطلوب الشرعي فيما بينهم ويتعاونون فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجب على من اعتمر وله شعر قصير جداً ويذكر أنه قد حلقه قبل أيام أن يحلق أيضاً؟ نعم، يحلق ما وجد ولو كان قليلا، أو حتى لو يجري الموس على رأسه هذا يكفي. نعم، ولا يترك الحلق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هناك من يقرر أن الإنسان يأخذ العلم من كل من عنده علم، بل لو أن إنسانا عنده علم ولكن لا يبدع الجهم بن صفوان قال: اترك عدم تبديعه وخذ منه العلم، فهل هذا التقرير صحيح؟ ما هو صحيح، لا يؤخذ العلم إلا عن أهله المستقيمين عليه معروفين به. أما الذي يروج البدع ويهون من شأنها فهذا لا يؤخذ عنه العلم، لأنه يؤثر على من جالسه ومن تعلم عليه ويتساهل أمر البدع. وإذا وصل الأمر إلى أن الجهم بن صفوان لا يبدع، فمن الذي يبدع؟ جهم بن صفوان كفروه لأنه يقول القرآن مخلوق، إن الله لا يتكلم، جحد صفة من صفات الله، جحود ونفي، فوصف الله بالنقص والعياذ بالله. الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناماً لا تكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ الذين اتخذوا العجل، قال الله جل وعلا: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ فهذا الذي يقول إن الجهم مبتدع فقط أو لا يبدع، هذا في الحقيقة يروج البدع ويهون من شأنها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا أب، لدي ولد يبلغ من العمر حوالي 40 سنة. أنا أب، لدي ولد يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وهو متزوج وله 4 أبناء، وهو من المبتلين بالمنشطات والعياذ بالله، وهو أيضاً مصاب بالسحر، وهو أيضاً كثير الشك في أهله. السؤال: هل يجوز لي أنا الأب
أن أنفق عليه وعلى أهله وأبنائه أفيدونا بارك الله فيكم. الإنفاق عليه بالأكل والشرب والكسوة إذا كان محتاجاً لا بأس، أما الإنفاق عليه فيما يعينه على الحرام لا، لا يجوز أن تعينه على أن يشتري مواد مخدرة أو مواد مسكرة، لا يجوز هذا. أما أنك تنفق عليه النفقة المباحة وهو فقير وأولاده فقراء فهذا أمر واجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه عامل في محل الكهرباء، هل يجوز لي بيع أسلاك الدش؟ ووالدي يعمل في تسليك العمائر، هل يجوز له تسليك الدش؟ إذا كان التسليك خاصاً بالدش فلا يسلكه إذا كان خاصاً به، أما إذا كان يسلك تسليكاً عاماً يصلح للإنارة، يصلح للتبريد، يصلح له، فهذا لا مانع، ويكون الإثم على من استعمل في غير ما أباح الله. أما الشيء الخاص بالدش هذا لا يعمله ولا يعين عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن طلب العلم، فهل توجهونه إلى مكان لطلب العلم؟ وهل يقدم الزواج على طلب العلم مع أنه يستطيع في الأمرين؟ إذا كان يخاف على نفسه، إذا لم يتزوج يخاف على نفسه من الفتنة فيقدم الزواج، يقدم الزواج تحصينا لنفسه أولا ثم يطلب العلم، يطلب العلم، وما دمت تقول إنه قادر على الأمرين فهذا يتزوج ويطلب العلم والحمد لله لأنه قادر على ذلك، والزواج لا يمنع طلب العلم كما أن طلب العلم لا يمنع الزواج أيضا، فيعمل الأمرين إذا كان يستطيع الاثنين، أما إذا كان لا يستطيع إلا واحد منهما فإن كان يخاف على نفسه من عدم الزواج الفتنة يقدم الزواج تحصينا لنفسه، وإن كان لا يخاف على نفسه يقدم طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول عندنا طلاب علم يخصصون الوقت الذي بين الأذان والإقامة لإلقاء كلمات توجيهية ووعظ، فما حكم تخصيصهم هذا الوقت للوعظ والتدريس؟ لا بأس بذلك، لكن لا يكون بصفة دائمة، يكون بعض الأحيان لئلا يملوا الناس ويقطعونهم من الذكر بين الأذان والإقامة الصلاة النافلة، إذا عملوه بعض الأحيان فلا بأس بذلك، جزاهم الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز لبس الحرير الصناعي؟ نعم، الحرير إذا لم يكن حريرا أصليا وحريرا صحيحا، إنما هو اسم فقط يعني يشبه الحرير في لمعانه وفي، ولكنه ليس بحرير، لا مانع من ذلك، الأصل الإباحة، أما الحرير الحقيقي فلا يجوز لبسه للرجال إلا عند الحاجة، إذا لم يجد غيره يستر عورته أو أنه فيه مرض جلدي والحرير أنسب له كالحساسية لا بأس أنه يلبس للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل صحيح من يؤخر الزواج بسبب طلب العلم وهو قادر على الزواج؟ كما ذكرنا لكم هذا يرجع إلى حالته، إن كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فلا مانع أنه يقدم طلب العلم، إن كان يخاف على نفسه من الفتنة فلا يقدم الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز إظهار العبادة لكي يقتدي بي الطلاب والمسلمين كذكر الله والسنن والرواتب وصلاة الضحى وغير ذلك؟ نعم، إذا كان القصد من ذلك
تذكير إحياء السنة وتذكير المسلمين بها فلا بأس، هذا طيب، هذا طيب. فالذي تصدق أمام الناس على المحتاجين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومعنى سن في الإسلام أي أحيا سنة غفل عنها الناس أو نسوها، فهذا يؤجر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم العادة السرية، وهل تأتي وتجر الأوهام والوسوسة للإنسان؟ العادة السرية ممنوعة لأمرين. الأمر الأول مانع شرعي، وهو أنها استمتاع بغير ما أحل الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون على حرمات الله عز وجل، فهي حرام من جهة الشرع، لأنها تعد لما أباح الله عز وجل، استمتاع بغير ما أحل الله. هذا الأمر الشرعي. الأمر الثاني الأمر الصحي، فالأطباء ذكروا أن من يتعاطى العادة السرية يصاب في فكره بالخبال والخلل. نعم. فيجتنبها ولا يقربها. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة جدا حول عمرة الحي الذي لا يستطيع أن يعتمر لعجزه ومرضه. إذا كانت عمرة الإسلام لم يعتمر أبدا وهو لا يستطيع، لا يستطيع لا حاضرا ولا مستقبلا، عجزه مستمر، تؤدى عنه عمرة الإسلام. أما عمرة التطوع فلا تؤدى عن الحي، إن قدر عليها يأتي بها، وإلا ليست بلازمة، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجدد الإنسان الإيمان في نفسه ويقوي إيمانه؟ نعم، تقوية الإيمان لها أسباب، منها سماع القرآن، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، سماع القرآن هذا يزيد في الإيمان ويقوي. الطاعات والعبادات تزيد في الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الطاعات. ولهذا قال العلماء: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هو يزيد بالطاعات، يزيد أيضا بتدبر القرآن، تدبر القرآن تظهر له منه العجائب ومعرفة قدرة الله عز وجل ووجوب عبادته وذكره، هذا مما يزيد الإيمان، تدبر القرآن. وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، هذا مما يزيد في الإيمان. تعلم العلم النافع هذا يزيد في الإيمان، لأنك تجهل في الأول، فإذا تعلمت وعرفت أن هذا عبادة وهذا طاعة وهذا، هذا يزيد في إيمانك. نعم. أحسن الله إليكم. شخص لا يصلي ويوجد معنا في البيت، وبعد نصحه لا يصلي، هل يجوز البقاء معه والأكل معه والشرب ومجالسته؟ لا، إن كان البيت له فاخرجوا أنتم واسكنوا بعيدين عنه، وإن كان البيت لكم فإنكم لا تبقونه معه، بل أخرجوه ولا يعيش معكم وهو لا يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ،
ما رأيكم في هذه المقولة: إذا أطعت زوجتك في معصية الله فقد عبدتها من دون الله واتخذتها صنماً؟ نعم، طاعة المخلوق في معصية الخالق نوع من العبادة، نوع من العبادة، شرك، شرك الطاعة، هذا يسمونه شرك الطاعة، لكنه ليس الشرك الأكبر المخرج من الملة، لكنه نوع من الشرك. عليك ألا تطيع أحداً في معصية الله، لا الزوجة ولا غيره. قال الله جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا شرك الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم هذه الفتوى وذلك بجواز الاختلاط بين النساء والرجال؟ هذه فتوى خاطئة، هذه فتوى خاطئة، لأن الاختلاط بين الرجال والنساء وسيلة للشر وانتشار الفاحشة وحصول الشهوة بين الرجال رجال والنساء نساء، فيهم الغرائز، فيهم غرائز الشهوة والإثارة، فلا يجوز الاختلاط بينهم على وجه يثير الشهوة ويقود إلى الفاحشة. حتى في الصلاة النساء خلف الرجال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تصف مع الرجال تقول أبي الصف الأول، أبي القرب من الإمام، القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جعل النساء خلف الرجال. حتى المرأة الواحدة لا تصلي في صف الرجال، تكون وراءهم، تقف وحدها وراءهم، بينما الرجل لا تصح صلاته وحده خلف الصف، المرأة تصح صلاتها خلف الصف، لأنها مأمورة بعدم الاختلاط بالرجال. إذا كان هذا يا عباد الله في الصلاة وفي موضع العبادة لا تختلط المرأة بالرجال، وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تختلط بهم في الأسواق، في الدراسة، في مقاعد الدراسة، في الحفلات، في اللقاءات؟ من يقول إن هذا ليس بمحرم؟ هذا ما يقوله إلا من يحاد الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال من ليبيا، يقول السائل: في العمرة وعند التحليق يذهب بعض المعتمرين لبعض الحلاقين ويضعون على رؤوسهم معاجين تساعد على الحلاقة، فما حكم ذلك؟ هذا تكلف، هذا من التكلف. الحلاقة معروفة ولها مواد معروفة عند الحلاقين، فلا تضع على رأسك شيئاً آخر تقول هذا يساعد على الحلاقة، خل هذا للحلاق، هو أعرف منك بها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الفتوى بعدم وجوب الصلاة في المسجد؟ هذه فتوى ضلال وخطأ، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد المتخلفين عن الصلاة ووصفهم بالنفاق، وصفهم بالنفاق، ولا يوصف بالنفاق إلا على ترك واجب، لأن الذي يترك مستحباً أو مباحاً لا يقال إنه منافق، إنما يقال في الذي ترك أمراً واجباً، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة وأنها من الإيمان، وتركها من غير عذر من النفاق. فالمسلم هل يرضى أن يكون مع المنافقين؟ أو لابد لا يرضى إلا أن يكون مع المؤمنين؟ لا يرضى المؤمن إلا أن يكون مع المؤمنين، فلماذا يعتزل الجماعة ويكون مع المنافقين؟ من يقول هذا إلا إنسان جاهل أو إنسان عنده هوى؟ والفتوى إذا خالفت الأدلة فهي فتوى خاطئة، وإن كان صاحبها متعمداً فهي ضالة، فتوى ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صدر من وزارة الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد قراراً للأئمة والخطباء حول التحذير من جماعة التبليغ، ولكن بعض الخطباء والأئمة لا يحذرون منهم، فما حكم ذلك وما حكم جماعة التبليغ؟ كون بعض الخطباء لا يحذر منهم ولا يمتثل الأمر، تراجع الوزارة، تراجع الوزارة في هذا الشخص، ويقال إنه لم يمتثل الأمر، الوزارة تتخذ معه ما يناسب. جماعة التبليغ وغيرهم، كل من خالف منهج السلف الصالح فإنه على خطأ، إما ضلال وإما خطأ مجرد. على كل حال طريق واضح، الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي يخرج عن هذا الصراط وهو المنهج الذي سار عليه الرسول وأصحابه فهو من الفرق الضالة التي حذر الله منها: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما خالف ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو هالك وليس ناجيا، فالحق واضح ولله الحمد، والمنهج واضح، ونحن لا نتبع فلان أو فلان، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع أصحاب الرسول. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو المنهج السليم، وما خالفه من جماعة التبليغ أو غيرهم فلا نتبعه ولا نمكنه، أيضا لا نمكنه في بلادنا من الدعوة إلى مذهبه أو إلى منهجه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي أبناء يطالبونني بتوفير الدش من قنوات متعددة، فهل يجوز لي ذلك؟ لا تطعهم، أطع الله سبحانه وتعالى، أنت مؤتمن عليهم وأنت ولي عليهم، مسؤول أمام الله، أنت راع، وكل راع مسؤول عن رعيته ما داموا أولادك وفي بيتك، فلا تطعهم في معصية الله ولا تجلب لهم ما يفسد دينهم وأخلاقهم، ولو كان الناس والجيران على هذا الشيء، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتدي. إذا كان الناس ما يقبلون الحق ولا يقبلون الدعوة إلى الله، فعليك بنفسك وعليك بأهل بيتك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا ابتلاء وامتحان يا عباد الله، يحتاج إلى بصيرة وإلى صبر وإلى تحمل، ولا نطاوع الناس ونذهب مع الناس ونطاوع النساء والأطفال في معصية الله عز وجل. والسلام. تفضل. الله.
سؤال من مصر يقول السائل: التقرب إلى الله بالذبح هل يقتصر على الأغنام أم يجوز ذبح الدجاج؟ الذي ورد في الكتاب والسنة أن يكون الذبح لله في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فقط، وأما غيرها من الدجاج والصيد وهذا ما ورد في الكتاب والسنة. لكن أن تتصدق بلحم من الدجاج أو تتصدق بلحم من الصيد أو من الطيور هذه صدقة، لكن ما تذبحها تقول هذه تقرب إلى الله عز وجل. نعم، تذبحها للتصدق بلحمها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال من ليبيا يقول السائل: هل اللياذ والعياذ بالمخلوق كله شرك أم منه ما ليس بشرك؟ نرجو التوضيح. الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، لا يجوز الاستعاذة بأحد، لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فلا تقول أعوذ بفلان. كانوا في الجاهلية يستعيذون بالجن، إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وللأمة كلها: من نزل منزلا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك. الاستعاذة بالله عز وجل، فلا يجوز أن تستعيذ بأحد، لأن هذا نوع من أنواع العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تبينوا لنا الفرق بين القاعدة المقررة عند أهل العلم الوسائل لها حكم المقاصد، والقاعدة الباطلة التي يستعملها أهل البدع والضلال الغاية تبرر الوسيلة. لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا تبرر الوسيلة، هذا كلام لا أصل له في الشرع. إنما الوسائل لها حكم الغايات. نعم، إذا كانت الوسيلة تفضي إلى أمر مشروع فالوسيلة مشروعة، إذا كانت الوسيلة تفضي إلى أمر محرم الوسيلة محرمة سدا للذرائع. نعم. سؤال من المغرب يقول: ما حكم صلاة النافلة على الدابة في الحضر؟ ما ورد هذا، هذا لم يرد إلا في السفر، لأن المسافر بحاجة إلى السير، لو جلس يصلي الليل ما قطع الطريق، الله يسر له وشرع له أن يصلي على الراحلة من أجل أن يجمع بين المصلحتين، مصلحة الصلاة الليل ومصلحة السير، ولا يتعوق يجلس يصلي الليل ولا يترك صلاة الليل ولا أنا مسافر، بل الله جمع له بين المصلحتين، هذا خاص بالسفر. نعم. السؤال الأخير من ليبيا يقول: ما حكم الدعاء في حلقات العلم ورفع اليدين وتأمين الحاضرين؟ دعاء مطلوب، ورفع اليدين مطلوب، لا بأس بذلك، إذا رفع دعا المدرس دعا ورفع يديه يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعائه، لا بأس بذلك، لأن الأصل رفع اليدين، إلا في المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، كخطبة الجمعة والدعاء في الصلاة
إلا في القنوت.